عايزين نروح بقى مع حضراتكم هاتفيا الى المغرب، حيث كابتن ياسر الرملي مدير جهاز كره اليد بالنادي الاهلي. كابتن ياسر، اولا صباح الفل على حضرتك، ثانيا مليون مبروك على الاداء الراقي الرائع المشرف، مش بس الانجازات ومش بس الفوز. صباح الفل على حضرتك يا فندم. صباح الخير على سيادتك وعلى جميع المشاهدين وجماهير النادي الاهلي. لو طلبت من حضرتك كده ملخص للمباريات الماضيه واداء فرقتنا فيها، كان يعني الى اي درجه كان فعلا لافت للنظر ونال استحسان الجميع؟ والله زي ما حضرتك بتقول، يعني الاولاد مركزين من اول البطوله، من اول ماتش احنا متفقين ان احنا هنلعب بتركيز كامل بكامل قوتنا، ناخد ماتش بماتشه. الحمد لله قدرنا الماتش اللي فات، الاداء كان عالي من اول دقيقه لاخر دقيقه، تركيز، حتى لو زي ما حضرتك بتقول كده السكور كان فرق شويه، لا احنا بنركز، مفيش تهاون في اي هجمه، احنا جايين نلعب على بطوله، بطوله غايبه عن النادي الاهلي بقى لها 3 سنين. فالولاد الحمد لله كلنا البعثه كلها، من اول مع الوزير العمري، الجهاز، الولاد كلنا مركزين. وان شاء الله نوعد جماهيرنا باذن الله ان احنا نرجع للبطوله باذن الله. ان شاء الله. انتوا الفتره اللي فاتت يا كابتن برضو يعني نقدر نقول ان انتوا لعبتوا مدارس فنيه مختلفه من خلال الفرق المختلفه اللي يعني لعبناها الفتره الاخيره. اللي جاي ايه ان شاء الله؟ والله هو اللي جاي احنا هنلعب بكره ان شاء الله الساعه 1 بتوقيت القاهره. احنا اول مجموعه هنلعب رابع المجموعه الثانيه في دور الثمانيه، فريق اسفل السنغالي، هو اقل الفرق المجموعه الثانيه اللي هو في المركز الرابع. لما انت عارف حاجه الكره الافريقيه تتميز بالسرعه، فاذا ما كانش الواحد من اول ماتش بياخد المباراه بجديه ممكن بتلاقي الماتشات قلبت بقت نت بالنت، فانت لازم تكون فارق، لازم تكون مركز في كل هجمه، لازم تلعب برده بسرعه عشان هم بيتميزوا بسرعات عاليه جدا. يمكن في بعض الفرق بتبقى فنيا لسه مش بمهاره الفريق المصري او كده، انما لو حضرتك ما لعبتش من اول دقيقه، ودي طبقا لتعليمات الجهاز الفني، بتركيز عالي، بنوقف الهجمات المرتده بتاعتهم، كل هجمه تخلص بجول. فالحمد لله الولاد ما شاء الله كلهم مركزين وربنا يسهل ان شاء الله في ماتش بكره، احنا ماشيين ماتش بماتشه وان شاء الله بعد كده هيكون في السيمي فاينال بعد يوم الاربعاء باذن الله ان شاء الله. هل في مباراه بعينها او منافس معين قلقانين حبتين يعني منه؟ لا طبعا المجموعه الثانيه فيها الفرقتين اقوياء، فرقه انجولا وفرقه المغرب، فرقتين قويين جدا. انت عارف حضرتك منتخب انجولا من المنتخبات القويه جدا في افريقيا اللي صعد بسرعه الصاروخ زي ما بيقولوا. المنتخب بتاعهم عامل ماتشات كويسه، وصل كاس عالم اللي فات في القاهره، عندهم مهارات، عندهم خبرات، عندهم قوه، الاجوان بتاعتهم كويسه. فهم وفريق المغرب من الفرق المميزه في البطوله، مستعدين كويس جدا. فربنا يسهل ان شاء الله مباراه السيمي فاينل هتبقى مباراه قويه جدا. احنا قدها ودود كالعاده باذن الرحمن. مليون مبروك على كل اللي اتحقق لغايه دلوقتي، وان شاء الله نبارك ونهني حضرتك ولكل القائمين على البعثه المصريه تحت النادي الاهلي ودعواتكم كده بالمزيد من النجاحات ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. صباح الفل على حضرتك يا فندم وموفقين ان شاء الله. حاجه لطيفه جدا، حاجه محترمه ومشرفه، وهنفضل نقول ده اكيد. ما هو ده الاهلي بقى، معلش يعني ما فيش غير كده.